السلام عليكم معكم قمر من مدينة مراكش حنا هما السيدات اللي صوروا هذاك الفيديو في مدينة جديدة القصة وكيف وقعت وكيف الناس كلهم عرفوها هذاك السيد كان كيعوم هذوك الوليدات في وسط الماء قدر الله انني انا شفتو شفت هذاك المنظر اللي كاع الناس عارفينه حاليا هذاك المنظر اللي اي واحد ممكن يكون كان بلاستيك كان غادي تصرف اخر انا في هذيك الوقيته ما قدرش صراحه ندير حتى شي حاجه اخرى من غير انني نشوف اشنو واقع هذيك أه لو الوقيته فاش تصرف مع ذاك الوليد وكيف تنقولوا حنا تحرش مع الوليد خدا وليد اخر وضربو قدامي تماك عرفت انه ذاك الوليدات ماشي معاه ولا ماشي ولادو بهكا حيتاش ماشي ماشي تصرف يقدر يديرو اب مع وليداتهم قررت انني نتبع البلاصه فين جالس قلت نشوف واش معاه شي مراه اختو مرتو شي حد نقدر نهضر معاه فعلا تبعته من حسن الحظ انني لقيتو جالس اون فاس مع الباراسول حنا فين جالسين انا يلا طلعت كنعاود لزينب وانا كنت رعد تنقول لها شوفي راه شفت وشفت وشفت قالت لي ممكن شرا يقدر يكون اب ديالو وهادشي اللي كان ممكن يتراكم ما كانش عندنا الفيديو كاع الناس المغاربه كاملين كانوا غايقولوا باللي فعلا راه غيكون الاب ديالو آه هي هذيك انا كندوي معاها في الوقيته اللي انا كندوي معاها ناض وعاود دار تصرف اكثر من داكشي اللي شافوه الناس واكثر من داكشي اللي كان واقع في وسط الماء يعني واحد المنظر اللي ما يمكنش يكون فهكذاك امام الملاء زعما وعادي هذا الشيء علم الله كان هي ديك الناس فينا كان في الدار شنو كان كيوقع هي هذيك الوقيته فاش شفناه الناس كيسمعوا فينا كنغوتوا في هذاك الفيديو ماشي على داكشي اللي شافوه ما ما حتى شي حاجه من داكشي اللي اللي حنايا حضرنا ليه خدات زينب التليفون والناس شافوها كيفاش كتصور كلها كترعد ما استوعبناش حنا اشنو شفنا ديك الوقيته اللي صورنا داك المقطع الصغير هزيناه كنجريو حنا داك الفيديو درناه فقط باش الشرطه تقدر تنزل معنا وتعرفنا علاش كنهضروا <applause> فعلا خديت هذاك الفيديو طلعت كنجري عند رجال الامن اللي تا الحمد لله تواصلوا معايا في الحين ديك الساعات ما كاينش ديك الوقيته بالضبط أدروا معايا وريت لهم السيد فين كاين فعلا نزلوا ديك الساعات وقفو عليه اعتقلوه في نفس الوقيته في نفس الدقيقه اللي حنايا كنا الاختلاف اللي هو انه الوليد اللي كان واللي شفتوه معاه كان بعيد كان كيلعب مع الوليدات وهو كان متكيب بوحدو صافي خداو البوليس البوست ديالهم عزلوه هو بوحدو على الوليدات هضروا مع الوليدات تماك فعلا لقينا دوك الوليدات مساكن مالمين ما عرفناش حنا الظروف نتاعهم اللي كانوا عايشين فيها انا اللي سمعت راه ست ايام وما معاه ما عرفناش شنو كان واقع ليهم الاغلبيه واكلي العصا من عنده وفعلا كان عنده واحد الكابل باش كان كيضربهم كي انا شفتو عنده وشفت كيفاش هددهم قدامي انايا انه حتى واحد ما يهضر ولكن الوليدات تبارك الله زعما تشجعوا وزعما واجهوه ما بقاوش خايفين منه منين شافوا البوليس حامينهم ما بقاوش خايفين منه تشجعوا قدروا كاملهم يهضروا ويعبروا على الشيء اللي كان واقع عليهم واللي انا ياثر فيا بزاف وما منين شفت رجال الامن خداوه وجات الدائره خدات هذوك الوليدات كينقزو بالفرحه كاين اللي كيبكي يجوا كيعنقوا فيا وكيقولوا لي شكرا خالتي عتقتينا من واحد اللي زعما ما, ما كناش عارفين كيفاش غنتصرفوا معاه <applause> كان هادشي اللي وقع كنظن هو انه اي واحد شاف هذاك المنظر قدامه كان غادي يتصرف نفس التصرف على انه ينوض ويضربوا ويكون بيناتهم عراك لانه إذا كان دار مع شي واحد ما كنا غنستافدوا من حتى شي حاجه كان عندنا حنا غرض انه نوثقوا هذيك اللحظه باش نلقاو الحجه والدليل باش نهضروا مع رجال الامن وكنظن انه الحمد لله كانت كان تصرف حكيم اننا نصوروه الحجه فقط ماشي للتشهير لانه حنا ما حطيناش الفيديو ما كانش غرضنا نهائيا اننا نحطوه في شي صفحه حنا حنا انه لا نهائيا الفيديو ما خرجش من عندنا حنايا نهائيا لا من تليفوناتنا حنا نهائيا ما عرفناش منين خرج ولكن اه كنقولوا للناس وكنأكدوا لهم اننا ماشي حنا اللي حطيناه في حتى صفحه من الصحافات انا انا من عندي انا كنتمنى ليه اقصى العقوبات كنتمنى ليه الاعدام كنتمنى ما يكونوش عنده يكونوا عنده ظروف تشديد لانه كما قلنا اللي الحاجه اللي تمنيناها ليه قليله في حقه فهمتي والرساله اللي كنبغي نوجه للامهات انهم ما يبقاوش ما غير غير يولدوا ولادهم ويطلقوهم يقولوا لهم لا هذا بحال باك هذا بحال خوك هذا بحال ما كايناش هذه الفكره كاين الاب والام هما المسؤولين على تربيه الابناء ديالهم لا اقل ولا اكثر Thank <music> you.